ونبقى في الدوري الممتاز، حيث يعتلي الزمالك مع نظير الانتاج الحربي في 8 مساء اليوم على ملعب بترسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن منافسات الجولة 18 بالدوري الممتاز. ويسعى الزمالك لاستغلال الدفعة المعنوية الرائعة التي يعيشها اللاعبوه بعد الفوز بكأس السوبر والحصول على 3 نقاط من أجل اللحاق بالمتصدر الأهلي، حيث الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة بفارق 11 نقطة عن المارد الأحمر، له مباراتين مؤجلتين أمام مصر للمقصة وطلائع الجيش، بينما تحتل كتيبة شوقي غريب المركز 13 برصيد 17 نقطة.